انتقدت الصين الفيتو الأمريكي على مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، معتبرة أنه سيزيد الوضع خطورة. وخلال مؤتمر صحفي قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن الولايات المتحدة تفردت مجددا بفرض الفيتو جعل الوضع في غزة أكثر خطورة، مشيرة إلى أن الأطراف المعنية ومن بينها الصين أعربت عن خيبة أمل كبيرة وعن استيائها من الموقف الأمريكي.